مساء الخير جميعا، تحياتي واهلا وسهلا من مكتبة الارشيف. اهلا وسهلا فيكم جميعا في لقائنا 15 من سلسلة تطبيع والضم والابرتايد نحو سؤال ما العمل. السلسلة اللي بلشها المركز العربي مع مكتبة الارشيف من اكثر من شهر، وهذا لقاء جديد من لقاءاتها. الموضوع شوي مختلف، بنكون مختلف لانه هو حواري بالاساس عن عسكرة السينما الإسرائيلية، وهو شأن ثقافي أساسي ومركزي جدا في عصر السينما والصورة والفضاء المفتوح. ضيوفنا بهاي الحوارية الجميلة هي سماح صول. سماح باحثة ومتخصصة في السينما والفنون، وسليم البيك محرر مجلة رمان ومهتم بالشأن السينمائي وله مقال أسبوعي. اهلا وسهلا فيكم. يا هلا عبد الله وسماح. هلا عبد الله. هلا سليم. هلا موضوع السينما موضوع شوي يعني بيلخبط، لانه تداخل ما بين المعرفي والجمالي والصناعه بيخلي الواحد مرات هيك يوقف خطوه لورا، مش عارف ياخذ القرار. يعني دائما كانوا في ناس بسمعهم بيحكوا انه السينما الاسرائيليه لازم نعرف شو بيفكروا وشو بيحكوا. في المقابل في من الناحيه الثانيه ناس او خطاب بيحكي لك انه هدول اعداء ولازم نقاطعهم وما نحضر السينما تبعتهم وما ما ما نسوق لها. وهي بالمناسبه وصلت انه ينحكى عن السينما الاسرائيليه، فهذا زي قيل انه زي خطاب ترويجي لها. انا بتخيل احنا رح نطلع من محل كثير نقدي، لانه رح نحكي عن السينما بادوات تحليليه، رح نحكي عن السينما الاسرائيليه تحديدا باعتبارها جزء اساسي من الخطاب الاسرائيلي، واحنا وين موقعنا في داخل هذا الخطاب، سواء غمضنا عينينا وما طلعنا عليه او ركزنا معه بزياده او رحنا في الممارسه الاساس ممارسه نقدية. سماح، بحب ابلش معك. طبعا يعني انا مؤمن جدا انه بالذات احنا كفلسطينيين وحتى على صعيد الوطن العربي كله احنا ملزمين انه نعرف ايش بدور في السينما الاسرائيليه ونعرف المواد اللي بتطلع للعالم، لان السينما الاسرائيليه هي مش سينما بتخاطب ذاتها، يعني هي مش سينما بتنعمل للمشاهد الاسرائيلي، هي سينما بتنعمل للمشاهد في كل انحاء العالم. فاذا احنا ما كان عندنا علم، ما كان عندنا درايه، وما كان عندنا قدره كمان على تحليل ونقد هاي السينما، فاحنا عمليا منغيب او كانه بنستثني واحده من الوجوه تبع صورتنا امام العالم اللي بتصل له عن طريق وجهه النظر الاسرائيليه من خلال السينما تبعتها. فانا بشوف انه بالعكس تماما، احنا يعني في عندنا زي ما نحكي بالذات يعني السينمائيين او المثقفين يعني لازم انه نطالع او نواكب ايش بصير في السينما الاسرائيليه، وكمان يعني في ضروره كمان نعرف انه مش بس ايش بيطلع للعالم، كمان في داخل هذا المجتمع كيف بيتم التعامل مع السينما وكيف بيتم استخدامها لترويج مفاهيم معينه او التاكيد على عقائد او مبادئ في المجتمع نفسه. عفوا نسيت المايك مسكر. بقرا حاليا كتاب عن اسمه السينما التدميريه، بيحكي عن قد ايه السينما كمبدا، السينما فيها درجه من درجات الهدم، هدم على مستوى الوسيط. فهلا عفوا خلال التحضير للحواريه هاي صرت افكر انه يعني الصناعه السينمائيه في الحاله الاسرائيليه هي مش بس هدميه بمعنى الحرفي والصناعه وسطوه العين وحاسة البصر وجماليات الصورة وتحليلها والقصص هاي، ولا بس من ناحية المضمون، ولكن كمان من ناحية موقع السينما هاي في كفلسطيني بيتراوح من المواجهة المباشرة كيف ما حكيتي سماح، لحدا مثلي أنا بعمان، حدا مثل سليم موجود بفرنسا بيروح مهرجانات بيشوف باشتباك مباشر. كلنا ضحايا، بس أنا بتخيل اللي بيسموها البوزيشناليتي اللي هو موقع كل حدا فينا بيكون مغاير. تخيل سليم كمان عنده بهذا الموضوع. يعني
هلا خطر لي وانت عم تحكي عبد الله انه نحن الفلسطينيين نحن الاخر اللي مش موجود بهذا بالسينما او بالفيلم الاسرائيلي. يعني بالفيلم الاسرائيلي خلينا اقول الافلام الاخيره تقريبا في هاي المعادله، في المشكله وفي في ضحايا وفي المتسببين بهاي المشكلة، وبالتالي الناتج عنها هدول الضحايا. بس ضمن هاي المعادلة كلها نحن مش موجودين، يعني نحن المفروض نكون إنه إحنا هن الضحايا. هلأ بقدر أرجع على هاي النقطة بتوسع أكثر، بس كمان بدي أحكي عن اللي سألته لسماح أول شيء، أو كمان السؤال يلي إجاك قبل ما نبلش، إنه طيب انه ليش او كيف منقدم او نحكي عن السينما الاسرائيليه. هلا انا برايي لانه احنا الاخر المش موجود المغيب بهاي السينما ضروري نعرف عنه اكثر. ومن ناحيه مبدئيه، من ناحيه خلينا اقول عامه اكثر، طيب في كثير افلام بافلام كلاسيكيه بتاريخ السينما كلها عنصريه جدا، افلام امريكيه عنصريه ضد السود والى اخره، كيف بيتم التعامل معه؟ هلا انا ما بدي اخذ مثال معين عالمي واجي اقول هن الصح ولازم نطبقه ابدا، بس انا عندي رايي الخاص يلي هو هاي الافلام اللي هي صهيونيه او عنصريه او شو ما كان لازم نقدمها، لازم نعرف عنها، بس يعني مش بشكل احتفائي. يعني نحن لا بصيرش نمنع ونخفي هاي الأفلام وكأنها مش موجودة، وبالتالي هذا الشيء يعني هذا الشيء على فكرة بخلينا شوي قابلين للتعايش أكثر مع الطرف الآخر، لأنه ما بنعرف قديش شو نحن بنظره أو قديش هو صهيوني أو عنصري بأعماله الإبداعية الفنية والأدبية والسينما وغيره. وبنفس الوقت بصيرش نحتفي فيها، يعني بصيرش انه في افلام اسرائيليه اخذت جوائز وكذا بالسنوات الاخيره، في كتاب عرب طلعوا انه هذا الفيلم الرائع اللي بينتقد الجيش وكذا وهيك، انه هذا حكي طبعا انه هذا التقييم كثير سطحي، لانه وكثير بتعرف هلا في موجه كبيره عربيه انبهار بكل شيء اسرائيلي بما فيه السينما، إذا انتقاد صغير بفيلم إسرائيلي نزل من سنتين ثلاثة وأخذ جائزة أو إشي بشي مهرجان، بصيروا العرب إنه واو هذا، يعني بصير في رد فعل مبالغ فيه بينطلق من يمكن الشعور بالدونية تجاه هذا يلي قدر يحتل أرض عربية ويهجر ناس عرب. فأنا بقول إنه لا بصير انه نلغي او نمحي او نعتبر هاي الافلام مش موجوده، ولا بصير انه نقدمها بشكل احتفائي او حتى بشكل محايد. انا بقول انه نقدمها بشكل نقدي، نقدمها مرفقه بدوكيومنتري قصير، بمقابله مع حدا مختص، بندوي بكذا يوضح الجانب يلي ممكن الجانب الفني يغطي عليه، يوضح الجانب البشع يلي ممكن الجانب الفني الحلو فعلا بيعملوا افلام جماليا حلوه اوكي ممكن يغطي عليه. عبد الله بس اذا بتسمح لي، يعني بدي بس اكد على شغله حكاها سليم، انه سليم حكى على مساله الاحتفاء، خاصه لما تكون الافلام فيها نوع من النقد موجه للممارسات المؤسسه سواء السياسيه او العسكريه الاسرائيليه. وهون يمكن انت ممكن بدك نحكي او نتوسع بعدين اكثر في هذا الموضوع، انه يعني هذا جزء من الفيلم عاده، يعني في الافلام بالاجنده تبعتها، بالفكره تبعتها، بالمحتوى تبعها، بتتعمد احيانا انها تكون ناقده للمؤسسه العسكريه او المؤسسه السياسية بهدف إظهار وكأنه نوع من يعني القدرة أو الديمقراطية، أو أنه في احتمال كبير عند المخرج الإسرائيلي في أنه ينتقد المؤسسة والمؤسسة تدعمه ماديا
ورح نحكي لاحقا انه يعني هدول المؤسستين العسكريه وكمان السياسيه بيمولوا افلام اللي هي بتنتقد الجيش او بتنتقد المؤسسه العسكريه فهذا جزء يعني هذا جزء خلينا نسميه من الخطه او من يعني الحيله التسويقيه احيانا للفيلم بانه يروج وكانه فيلم يعني ينتقد واحد من المؤسستين. موضوع شائك لدرجة أنه كم الأفكار اللي إحنا هلأ نحكي فيها. على الناحية الثانية بلشت الأسئلة توصل بالمناسبة، عادة أول ربع ساعة الناس تستنى الأسئلة، بس قد إيه الموضوع مركب وقد إيه الموضوع بده يعني بده مقاربات مختلفة. لما بنيجي نحكي عن الجيش والجيش والسينما والجيش الاحتلال والسينما، ما بنقدرش نفصل أنه بالنهاية السينما هي عفوا جهاز خطابي، هي بتصنع مخيال جمعي لمجموعة من الناس بما في ذلك الجزء تبع الديمقراطية، الادعاء الديمقراطي تبع نحن واحد ديمقراطي في صحراء، وهذا الخطاب اليسار الإسرائيلي. من ناحية تانية هو بيشكل كيف احنا بنستقبله، مخيال كمان الآخر اللي حكى عنه سليم، الآخر العربي المغيب اللي هو بيجي كإيفنت، مش يعني كحدث هيك بيظهر العربي بالخلفية وبنحط في محل معين وخلص وبتخلص. بفكر في السينما الإسرائيلية وعلاقتها بمؤسسة الجيش، يعني علاقتها بالأرشيف العسكري، علاقتها بالبنية الحربية بشكلها المادي، بتصوير الحياة اليومية، وكيف نقدر نتعامل مع هذا مع هذا الشكل من الخطاب المليء بالمغريات البصرية بالمناسبة. مين بدك يحكي فينا؟ خذوا راحتكم تماما. هاي حوارية بالاساس انه تمام. هيك خليني بس هيك شوي اعطي يعني خلفية عن كل هذا الموضوع تبع العلاقة بين الجيش والسينما. يعني وجود الجندي الإسرائيلي في السينما هو موجود من سنوات الستينات، يعني كانت تنتج أفلام اللي يظهر فيها الجندي بمختلف القصص والحبكات يعني تنقل الأشكال أو التركيب تبع شخصية هذا الشخص. ولكن في مرحلة معينة بدأت الأفلام يكون فيها نوع من النقد عمليا للمنظومة العسكرية أو للجهاز العسكري الإسرائيلي. فإجا الجيش بمبادرته، يعني كمان عشان نوضح شغلة، إنه الأفلام اللي كانت تحتوي على مواد عسكرية كان يتم استعارة المعدات العسكرية من الجيش نفسه، وكانت تمرق السيناريوهات رقابة الجيش. ولكن في مرحلة معينة لما شافت المؤسسة العسكرية إنه في حالة من النقد لنفسها، فقررت بمبادرتها إنه تعمل فيلم بتمويل كامل كان اسمه أصبعين من صيدا للمخرج إيلي كوهن في سنة 86، واللي كان أول فيلم عمليا بحاول يعكس كل قضية الحرب مع لبنان أو غزو لبنان من وجهة نظر المؤسسة العسكرية بشكل بحت. وتم حتى تصوير هذا الفيلم على الأراضي اللبنانية، وشارك فيه جنود فعليين، يعني الجنود اللي كانوا متواجدين على الأراضي اللبنانية شاركوا كممثلين في الفيلم إلى جانب ممثلين آخرين. يعني إيش في بروباغندا أكثر من هيك؟ وإحنا عن جد لازم نكون يعني على دراية وعلى وعي يعني بهذا الموضوع. ولاحقا لما صار يعني زادت منسوب ظهور الجنود في الأفلام، فكان في عنا كمان يعني تنقل الحالتين. يعني كان في عنا الأفلام اللي هي عمليا بتعكس أو بتفرجي هذا الجهاز بشكل اللي هو بيعكس التراوما. يعني حرب لبنان هي يعني من أكثر تنقل الثيمات رواجا في السينما الإسرائيلية، يعني كل الوقت حتى اليوم بعد مرور عشرات السنين على الموضوع، بعد الموضوع هيك جذاب لكاتب السيناريو للمخرج الإسرائيلي إنه يحكي عنه. يعني في تعال نحكي بصناعة هاي السينما، وهي كيف ذكر سليم إنه تصنع بأدوات فنية
جميلة وعالية، بس في نوع من التجانس خليني أسميه، أو في نوع من الاتفاق الضمني إذا ما كانش معلن بيكون يعني بشكل لا مباشر بين الجهاز السينما وبين الجهاز العسكري، وإحنا هون لازم نكون متنبين أكثر لطريقة العرض وللسبتكست ولوجود العربي عمليا في هاي الأفلام، وكيف يوظف بالنهاية برضو لخدمة شخصية الجندي في هالأفلام. هلا أنا بدي أحكي أكثر عن في ببالي فيلمين نزلوا بالسنوات الأخيرة، واحد اسمه سينونيمز مترادفات لناداف لبيد، وواحد اسمه فوكستروت لسامويل معوز. الأول أخذ الدب الذهبي بمهرجان برلين، الثاني أخذ جائزة لجنة التحكيم اللي هي المفروض ثاني أو ثالث أهم جائزة بالمهرجان. طيب هدول الاثنين ضد الجيش، ضد العسكرة، أوكي؟ يعني هيك قبل ما أحكي عنهم، هني بجملة ضد الجيش ضد العسكرة، لأنه بدهم ينقذوا دولة إسرائيل كديمقراطية كمدنية، أوكي، من سيطرة الجيش ومن توغل الجيش ومن صورة إسرائيل بالغرب كدولة سلاش جيش. تلقى الفيلم هيك. هذا الفيلم يمكن هلأ سماح ممكن ما بعرف إذا بتحكي أكثر، بتعرف أكثر بهذا الموضوع، إنه هون عم نحكي عن تناقضات داخل المجتمع الإسرائيلي، تنافس بين الجيش والمتدينين والعلمانيين، إنه مين بده ينقذ دولة مين، كل واحد بوجهة نظره إنه ينقذ دولة إسرائيل من تدهور يلي عم بتصير فيه. فهون لما هدول يعني كنا يمكن عنوان الندوة أو شيء في إنه عسكرة السينما أو هيك شيء، هدول ضد العسكرة، ولكن هدول يعني بيأذوا أكثر من أفلام بروباغندا واضحة عم بتطلع الجيش الإسرائيلي، عم بتحاول تطلع الجيش الإسرائيلي عند المشاهد كجيش عم بحارب بالإرهاب أو المخربين أو شو ما كان التعبيرات تبعيتهم. هلا عندي سؤال سليم، آسف على المقاطعة، بس للحظة هيك فكرت إنه إذا هي يعني أنا بحط حالي شوي محل المتلقي، إذا هي زي ما أنت بتحكي هي أخطر لأنه معناها المباشر يبدو ظاهرياً إنه في صف الحق الفلسطيني العادل إنه بينقد الجيش الإسرائيلي بشكل مباشر. طيب وهذا الإدعاء موجود بالمناسبة عند توجه من تذوقي السينما الإسرائيلية عربياً، بيجوا بيحكوا لك طب شو بدكم يا جماعة، بدكم يهدوا إسرائيل من أول أو جديد؟ بيكفي أنه طلعوا فيلم بينقد الجيش اللي هو العمود الأساسي في المجتمع والصناعة والخطاب الإسرائيلي، شو بدكم أكثر من هيك؟ طيب سؤالي هو شو المرحلة، وين الخطورة في هيك أفلام؟ الخطورة إنه هدول عم بيسرقوا الخطاب الإسلام، الخطاب الإنساني من الفلسطيني. يعني عم بصير هو المحتل، مشان هيك قبل شوي قلت بالبداية إنه نحن برا المعادلة، إنه هن القوة المحتلة وهن الخطاب الإنساني يلي بيكون ضد القوة المحتلة. يعني عم بيصادروا، مشان هيك الفلسطيني مغيب تماما. يعني في معوز اللي عامل فيلم فوكسترود إنه حاكي، أو سوري لا مش معوز، نداف لبيد اللي عامل فيلم مترادفات، يلي الفيلمين على فكرة حلوين، بس انه لما تعرف التاريخ انه بتلاحظ قديش البشاعة بالمضمون يلي مقدمها بشكل بقالب بصري حلو. مهم تبع مترادفات حكى انه هو عم بينتقد انه يعني انه اسرائيل دائما عم تنتصر، وهاي نشوة الانتصار تبع اسرائيل بالحروب وهيك هو يلي بده يقتله كدولة إسرائيل. فواضح أنه هون عنده نقد كتير كبير للجيش وللعسكرة وللانتصارات العسكرية، ولكن من ناحية أنه بده إسرائيل تعيش، مش أنه بده إسرائيل تعيش كدولة إلى يعني كدولة احتلال بالآخر. يعني بده يبينوا دولة احتلال بدون ما يبينوا أنه هن محتلين، وكأنه دولة طبيعية، وكأنه دولة طبيعية. هذا الخطاب الإنساني يلي هو على فكرة، هاي العبارة كمان بعتقد انه فكره
هاي الفكرة اللي هي فكرة كتير كبيرة وبنكتب عنها كتير، إنه إسرائيل منتشية بانتصاراتها. بعتقد يمكن مريد البرغوثي كتبها، ومحمود درويش ذكرها بفيلم، بعتقد بفيلم لجودار إذا مش غلطان، موسيقانا اسمه. طيب هدول إنه طيب إنه الخطاب، حتى خطاب الضحية عم بياخدوه من الضحية. يعني مش بس إنه في اضطهاد للضحية، اوكي، بل يعني انه هاي الضحيه، كيف الفلسطيني صار ضحيه؟ بانه تهجر، واللي ما تهجر انحط تحت حكم عسكري او احتلال. طيب حتى هذا الفلسطيني انه انشال من موقعه المعنوي كضحيه، وانسرقت او تم سلب خطابه الانساني، اوكي، لحتى هن يحكوا بينهم وبين بعض بانتقاداتهم بينهم وبين بعض، وكأنه ما فيش فلسطيني بالحياة كلها، بحياتهم كلها ما فيش فلسطيني، وبفيلمهم كله ما فيش فلسطيني. انه يعني انه هذا تغييب مضاعف، اوكي، وسلب لخطاب الانساني يلي هو الموجود بالمفروض يعني بالسينما والادب الفلسطيني، او سينما وادب يعني باي مكان ثاني لاي فئه مضطهده، الاسود بامريكا او يعني باي مكان ثاني. فخطورته هون انه هن عم بيسلبوا مش بس صنعونا كضحيه، اوكي، لا، انه اعطونا مكانة الضحيه وبعدين سلبوها منا لانه شافوا فيها إشي حلو، إشي مغري. اسكتوك كضحيه واسقطوا الحكي اللي هن بدهن اياه على لسانك بالطريقه اللي بالنهايه بتخدم بالضبط، وصاروا يقدموا حالهم كانسانيين قدام العالم بالسينما تبعتهم، على اساس انه نحن اللي بننتقد الجيش الاسرائيلي، انتم الفلسطينيه مش موجودين. هيك انا بس بدي اكد عبد الله على شيء حكى سلم، انه هو مش بس الفلسطيني مش موجود ومغيب، هو العربي مش موجود ومغيب. يعني سواء الافلام اللي هلا كنت رح اسالك على بيروت، على في فيلم طلع من كم سنه، الاحداث بتصير بالدبابه جوا دبابه الاحتلال الاسرائيلي. عم بدور هلا بحديث، عم بدور على وين العربي. العربي مش موجود فعليا. هاي الملاحظة اللي أنا كتبتها لنفسي لما سليم حكى إنه تاني طلع وين تصور هاي الأفلام. يعني في شغلتين بدي أحكي عنهم. الشغلة الأولى هو إنه العربي مغيب، يعني سواء كان فلسطيني أو كان مصري أو كان سوري أو كان لبناني، العربي مغيب في الأفلام الإسرائيلية، لأنه بيتم التركيز على الجندي أو كتيبة الجيش اللي طالعة في مهمة وطنية. يعني بهيك طبعا كل الأفلام تصور مع بعض الاستثناءات. ولكن الجانب الثاني، الشق الثاني، هو تعال نتفرج وين تصور هاي الأفلام، وليش بيتم، أو يعني شو الأسلوب اللي بيتم استخدامه لتغييب الفلسطيني أو لتغييب اللبناني. وزي ما أنا ذكرت أنه موضوع ما يسمى حرب لبنان من سنين تنتج عنه أفلام، ومسألة وجود الفلسطيني في هاي النوع من الأفلام هو يعني من ناحية عددية هو أقل. فبرجع وقت طوال تصور الأفلام، يعني في كتير تعقيم للوكيشن اللي بيتم فيه تصوير الفيلم، يعني تعقيمه من الأشخاص، سواء منصور فيلم في خندق مثل فيلم بوفور مثلا، أو منصور الفيلم في دبابة مثل فيلم لبنان، أو منصور الفيلم عن شي سطح بيت اللي بيظهر فيه الفلسطيني، بس وين بيظهر؟ وإحنا طالعين على سطح البيت وإحنا نازلين من سطح البيت، وبفرج هناك أو بيتم التركيز هناك على مدى إنسانية هذا الجندي، إنه بيستأذن عشان يفوت على بيت الفلسطيني ويحتل سطحه، ومن هناك يكون بعمليات المراقبة تبعته. يعني بدي أسميها هيك بلغة عامية، إنه مدى الوقاحة حتى في إظهار هذا الجندي كإنسان جاي يكون بمهمة معقمة من سياق الاحتلال هو جدا كبير، وبيتكرر نفسه في كل الأفلام، أو في معظم الأفلام. فهدول يعني جانبين اللي هني كمان بيزيدوا من الخطورة اللي حكى عنها سليم، إنه أنا بفرجي جنود مساكين على القانون في دبابة وسط مدينة لبنانية ومش قادرين يطلعوا منها، معهم جند ميت، يعني معهم جثة، يعني في ثلاث أحياء وفي جثة موجودة معهم في الدبابة، ومش عارفين كيف يتصرفوا، فهني مساكين.
يعني نفس الشيء لما بيعلقوا في خندق، نفس الشيء لما بيكونوا ماشيين في زقاق في مدينة فلسطينية وفجأة بتم رمي غسالة عليهم فتقتل واحد منهم، ويعني وكانوا هني مسكنين اللي بيعملوا الوظيفة مطلوبة منهم، ودائما العدو هو اللي بيجي وبشكل خطر على حياتهم فبيضطروا اضطرارا انهم يردوا. وفي شغلة انت ذكرتها عبد الله قبل بمسألة العلاقة، او سليم سأل عن مسألة العلاقة ما بين المنظومة العسكرية وما بين المجتمع. يعني معروف انه الخدمة العسكرية هي اجبارية ومفروضة على يعني على جميع الإسرائيليين باستثناء طبعا اليهود المتدينين الأرثوذكس اللي هم ما بيروحوا على الخدمة العسكرية، ولكن في تأثير طبعا لوجود هذا الكم الكبير من العسكر أو من الجنود في الحيز المدني. يعني هذول ناس بيستعملوا الباص وبيستعملوا القطار وبيتحركوا في الشوارع مثل أي مدني آخر، وبيكونوا عادة في الزي العسكري وفي السلاح. ف يعني بصريا حضورهم في الحيز المدني في له تأثير على المجتمع، وكمان حضورهم يعني حضور يعني العسكرة في السينما كمان في له تأثير. وكمان هو كان منتقد ببعض الأفلام لما بيحكوا إنه كل العبء النفسي اللي بيكون فيه هذا المجند في الأراضي المحتلة أو في لبنان هو بالنهاية بيجيبه على المجتمع. وعشان هيك في فيلم من الحياة حسب أكفى من سنة 93 اللي بيفرج هناك مجموعة من المجندين اللي بيسهروا في بار فبيستفزهم بعض اليساريين، فبيجوا بعد يوم وبيقرروا قتل الناس اللي موجودين في هذا البار. فكانت هناك محاولة عمليا للمخرج لأنه يحكي للمجتمع انه التراوما والعبء النفسي والحاله الغير طبيعيه اللي بيعيشها المجند هو بالنهايه بده يجيب لنا اياها على المجتمع وتاثر علينا كلنا. طبعا في مداخله تنظيميه هيك تروما اللي هي الصدمه، بنحكي على تروما اللي هي الصدمه، في بوست تروما اللي هو ما بعد الصدمه. في وجهه نظر بتحكي انه المجند الاسرائيلي في حياته شخصية هو بيفوت بس يخلصوا مرحلة الدراسة بيفوتوا على الجيش قبل الجامعة، فعشان هيك في فارق سني أو جيل ما بين الشباب العرب في الجامعات والإسرائيليين، وبالتالي فبصير هو بيفوت وهو بعده نشيط على الجيش، وبعدين بيكبر يعني كفكريا وإنسانيا بعد هيك. تخيل هذا كمان له علاقة بمسار بناء الخط الدرامي بالسينما الإسرائيلية على إنه هذا المجند شاب صغير حياته قدامه ولد بمعنى 18 سنة بيخدم سنتين وبعدين بيفوت الجامعة، وبعدين حتى قبل ما بيفوت الجامعة بيعطوهم منحة سنة يلف فيها يسافر كثير من الجيش. فبتطلعي إنه بيلعبوا على لعبة الجزء الإنساني، هذا المجند اللي بيضحي الشجاع اللي متألم لأنه صاحبه ومرات حتى في فيلم لبنان مثلاً إنه هو متألم إنه في جثة جنبه وعنده نقمة على اللي بيصير، أنا شو بعمل هون، بس هو بنفس الوقت هو جزء من الخطاب الإسرائيلي العسكري. هذا بيخلينا كمشاهدين، بعرفش هل لها علاقة بهامش الديمقراطية ولا احنا كمشاهدين نحكي انه واو قد ايه في زي مراجعه ذاتيه للمجند. يعني في ناس ما بتقرا وضعيه المجند في السينما الاسرائيليه كيف احنا بنقراها. يعني في ثلاث نقاط انت ذكرتهم بدي اتطرق لهم. اول شيء في اللي بيتابع او اللي بيدخل على موقع الجيش الاحتلال في هناك يعني بتعرف زي كأنه أي مؤسسة من نحن، هناك بيكون مذكور بشكل واضح إنه دخول يعني الجيش أو إنه الجندي بيبدأ حياته عمليا ما بعد جيل ال 18 في الجيش بهدف بناء هويته. يعني هاي جملة مكتوبة بشكل جدا واضح إنه في هناك حاجة لبناء هوية
قومية أو هوية وطنية، ولذلك أنه بعد المدرسة مباشرة بيدخل الجيش وهناك عمليا بيتشكل هذا الإنسان أو هذا المواطن الإسرائيلي اللي بيتعلم كيف يحمي بلده أو كيف يحمي دولته. هاي نقطة. النقطة الثانية هي الولد اللي أنت ذكرتها، هو فعليا ولد، يعني من ناحية الجيل من ناحية تجربة الحياة هو فعليا ولد، والأفلام بتستخدم هذا الموضوع بشكل يعني بتوظفه بشكل جدا يعني صريح وواضح وذكي حتى للتأكيد على إنه إحنا بنحكي عن أولاد، وبالتالي المسؤولية عن الجرائم بتصير مبررة، وكأنه يعني جرائم اللي بيرتكبها الاحتلال بيبررها إنه إحنا بنحكي عن أولاد عمرهم 18 و19 و20 سنة. وفي حتى مثلا فيلم روك في القصبة يفتتح عمليا بهذا المشهد، إنه أنت بتشوف باص ماشي عليه إشارة إنه أولاد في الباص، فبعد ثواني معينة ندخل جوا الباص نكتشف إنهم جنود رايحين على عمليا من تقليم للمكان أو للمكان التدريب أو لمخيم التدريب طبعا. يعني هذا مش من فراغ، يعني كان في يعني وضوح تام لرغبة المخرج في إنه يفوت على رأسي أنا كمشاهد إنه شو بتشوفي بهذا الفيلم، بلك حاطة في بالك إنه إحنا عم نحكي عن ولد. هذا شيء بتكرر طبعا. في نقطة ثالثة أنت ذكرتها كمان، مسألة مش بس إنه يعني إنه هذا ولد، إنما هو بيحكي هذا الولد إنه أنا بديش أكون هون. يعني هاي جملة كمان انذكرت بفيلم روك في القصبة، إنه الجنود بيكونوا يحكوا مع بعض وواحد فيهم بيسأل الثاني فكرك أنا مبسوط إني أنا موجود هون؟ يعني أنا مش مسؤول، يعني في حدا تاني غيري مسؤول. ونفس الجملة كمان بتظهر في فيلم لبنان، وهن محجوزين جوا الدبابة، فواحد بيكون واحد فيهم بيسأل الثاني أنت مبسوط إنك هون؟ أنا بديش أكون هون. فهاي الثلاث أمور اللي يعني بتتكرر كل الوقت، إنه طبعاً في هدف لا 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 يعني بدء الحياة العسكرية في هذا الجيل المبكر، وبالتالي صياغة الشخصية، وبالتالي كيف هذا الإشي كمان بينعكس وكيف ببين في الأفلام السينمائية. أنا هلأ بدي خطر لي نفس الشيء بموضوع فيلم فوكسترود، اللي هو وعلى فكرة الواحد بيتضايق من الأفلام الجيدة أكثر من الأفلام الرديئة. يعني مثلا طيب في فيلم كمان نزل من سنتين تقريبا لعموس جيتاي اللي هو ترامواي في القدس، عم بيحكي عن التعايش وهيك، بس إنه فيلم رديء، فالواحد ما بيقهر يعني إنه ما بيقهر إنه نعمل فيلم إسرائيلي بخطاب إسرائيلي تعايشي ورديء. هلأ بنرجع لفوكسترود اللي هو فيلم منيح سينمائياً، بيوصل رسالة بشعة بأسلوب حلو، كمان بيحكي عن التراوما وعن الولاد وكذا. يعني هي القصة إنه هي عبارة عن ولد أوكي صغير بالعمر، جندي بالجديد بالجيش الإسرائيلي، محطوط على حاجز بالصحراء، وهو ضحية، يعني هو ضحية الجيش، يعني هو يلي المشكلة كلها إنه هو حالة التراوما اللي عايشة، وحالة اليأس اللي عايشه كجندي، وإنه أنا شو عم بعمل هون بنص الصحراء، لأنه فلسطين صحراء طبعا بالنسبة لهم. شغلة تانية كمان إنه بدهم يورجوك الجوانب الإنسانية بهذا الجندي، وسهل يورجوها بولاد، أسهل من إنه يورجوها بضابط مثلا إنه صار له 20 سنة بالهاي. إنه هذا بتمر سيارة، طبعا فلسطيني بهذا الفيلم موجود فقط بهاي السيارة يلي بمر فيها فلسطينية، وقفوا على الحاجز، وقعت علبة بيرة من شو اسمه من باب السيارة، فكروها إشي قنبلي أو إشي، فقوصوا عليهم فانقتل فلسطيني، إجت بلدوزر ودفنتهم. هذا الشيء اللي هلأ حكيته حادث سريع، مرق هيك سريع قبل وبعد حكاية التراوما يلي عايشة، أو حالة الشفقة يلي بيشعر فيها المشاهد وهو عم بيحضر هذا الفيلم تجاه الجندي الإسرائيلي، الولد الإسرائيلي يلي اضطر أو بالغلط أوس على هذا الفلسطيني وقتله. أوكي مش ما فيش حالة شفقة على الفلسطيني يلي انقتل بالغلط ويلي اندفن، لأنه نحنا ماشيين
سيرورة وحكاية هذا الولد يلي انه اما يعني اما الفلسطيني فهو حادث جانبي وعرضي انطمر تحت بالدوزر تحت التراب وخلص، ومنكمل حكاية الولد يلي انظلم بانه فات بالجيش ومنتماهى معه ومنشفق عليه، وبنطلع اخر شيء انه في المعادله، في الجيش يلي عم نكرهه اسا، وفي هذا الاسرائيلي الشاب الولد الضحيه يلي ضحيه هذا الجيش، بس هو انه قتل فلسطيني وهو مارق انه عادي عادي كثير. اللي هو كمان جيش بالمناسبه. ايه بالضبط. هو جيش. يعني انا بتخيل احنا كمشاهدين مسار التعاطف او التماهي مع هذا المركب الدرامي هو بيطلعش بريد هيمنة الجيش بشي محل. بالضبط. هلأ هو كمان يعني كمان هو صورة مصغرة عن شو الجيش، يعني الجيش لما يكون بالمدينة شو بيكون عم بيعمل، انه شو قوته، شو هو شو امتيازه، انه معه سلاح بيقدر يقوص على المدني. هذا هو الجيش لما ينزل على بنص المدينة، مكانه مش بالمدينة الجيش، نعرف بمصر بأماكن تانية كذا، مكانك مش بالمدينة، مكانك على الحدود. طيب أنت كجيش لما تكون بالمدينة شو نقطة القوة تبعتك، شو الامتياز تبعك عن غيرك، إنه معك سلاح وفيك تقوس، وإذا الدولة تبعتك هي عبارة عن جيش بغطاء مدني أوكي تنفذ. طيب يعني بتطلع منها. طيب هذا الولد يلي هو بهذا الفيلم ضحية سيستم أو ضحية النظام العسكري، طب ما هذا أنه تسبب بوجود ضحية أخرى بامتيازه وبموقعه كجيش. ليش؟ لأنه هو تميز عن هذا الفلسطيني اللي بالسيارة أنه معه سلاح وعنده صلاحية يقوس يقتل ومش راح يتحاسب، وهذا اللي صار بالآخر، طلع ضحية آخر شيء. طيب هذا الجانب الانسانوي اللي عم يورجوه سهل يورجوه من خلال اولاد كمان، يعني في هيك شيء كثير مبتذل موجود بهذا المشهد نفسه، انه بيطلع على صبيه فلسطينيه موجوده بالسياره وبتبتسم له، بيبتسم له وكذا، انه كمان انه هذا ولد ومراهق وممكن يحب وحده فلسطينيه موجوده بالسياره، بس ممكن يقتلهم كلهم ويدفنهم، ونكمل الحكايه، نكمل الفيلم، نكمل الحياه بشكل كثير طبيعي كانه قتل ما بعرف دباني او شيء. بتعرف يعني في كتاب اسمه ما بعد اسرائيل نحو تحول ثقافي لكاتب ايطالي اسمه مارسيليو سبيرسكي. مارسيليو يزعم انه تراكم هاي التمزقات في داخل الشخصيه الاسرائيليه المجنده راح توصل بالنهايه لازمه ذات صهيونيه بشي محل، بيعبر عنها بالسينما، يعبر عنها فانا بفهم مرات الناس اللي بتحكي لك هذا انساني وبالنهايه الجيش ما تغلبش على الانسانيه، بس كمان بيخوف انه احنا بنعلق امل بشي مرحله على انه هذا مفتاح ل لش... ل يعني لشواهد ل... لانفكاك ما للاسرائيلي، انه خلص يبطل يزت البارود اللي معه او ينط من الدبابه ويحكي له خلص بديش اقتله وهي مش دولتي ويروحوا، وغالبا هذول ما بينحكى عنهم بالسينما الاسرائيليه على علمي وانتم ادرى. هلا هون عم نوصل على نقد، يعني في نوعين من النقد، نوع بيرجع ل 67، نوع بيرجع ل 48. في افلام اسرائيليه، هلا يمكن سماح بتعرف اكثر مني، في افلام اسرائيليه بترجع لل 48 يعني، بس هي اكثر وثائقيه اكثر من روائيه، بس انه لما يرجع، لما النقد للعسكر وللجيش لما يرجع لل 67 ويوقف هون كانه ما فيش تاريخ قبل هيك اوكي، هون لا، هذا بده ينقذ دولة اسرائيل من توغل الجيش، او بده ينقذها من نشوة الانتصارات، كمان هاي الفكرة يلي سرقوها من الفلسطينيين، انه نحن حكيناها عنهم هن اخذوها وصاروا يحكوها كانسانيين، بس في منهم بيرجع لل 48. في فيلم هلا اذا بتذكرني سمح، في فيلم ل لوتد خربت خزعه، ايه، وفي لوتد اند هيدن او هيك شيء يمكن كمان، انه هذا دخل على الارشيف، ما هيك اسم، ايه دخل على الارشيف، ولانه المخرجه هي كاسرائيليه بس هي عندها صلاحيه انه تفوت على الارشيف، الفلسطيني بيقدرش، فاتت ارشيف الجيش الاسرائيلي وطلعت وثائق بتخص النكبه وعملت فيلم وثائقي، انه اوكي حلو يعطيها العافيه، هذا شيء منيح.
هذا شيء لما يرجع الواحد على للقصة لل 48 ويحكي قصص من ال 48 انه هون من الصفر وين بلشت النكبي والاحتلال واسرائيل وكذا. هذا ابدا مش مثل الشيء اللي يعني هون هي عم بتروح على الاساس بتاسيس دوله اسرائيل ومش عم بتروح على خلاف داخلي بين انه مين وجهات نظر مختلفه لنسخ متعدده من اسرائيل ان كانت دينيه ان كانت عسكر ان كان مدنيين الى اخره. بدي اكمل فكره سليم مع عبد الله انه مساله الفصل ما بين يعني ما بين ال 48 وما بين ال 67 وما بين كمان ما تسمى حرب الغفران او نصر اكتوبر حسبنا انه على اختلاف هاي السنوات او على اختلاف هاي الحروب انه بالنهايه طريقه تصوير الجندي او الكتيبه بالنهايه هي نفسها. الفرق بصير في يعني عمليا مين المخرج. يعني لما اجى إيال سيفان في سنة 91 واخرج فيلم عبيد الذاكرة, يعني حتى اسم الفيلم استخدام كلمة عبيد واستخدام كلمة ذاكرة انه كأنه في هناك ذاكرة جماعية او في اجماع على شيء معين في تاريخ الشعب الاسرائيلي, واللي اجى إيال سيفان صوره وكأنه هو حالة استعباد لهدول الناس ومحاولة لخلق مسار معين يمشوا فيه كلهم بدون سؤال بدون استجواب. وبسبب هذا الفيلم طبعا تم مقاطعة إيال سيفان, وأساسا هذا واحد من المخرجين اللي بنعده على أصابع الإيد الواحدة اللي قرر ترك عمليا ترك البلاد وتوجه للسكن في أوروبا بسبب عمليا هذا عملية النبش أو البحث في كيف هاي الدول بتبني منظومة عسكرية أو كيف بتبني عسكر وكيف بيغرسوا قيم الخدمة العسكرية في رؤوس الشباب. وهون كمان كتير مهم إنه على العلاقة بين المجتمع وبين المنظومة العسكرية إنه في حالة من التنافس عادة عند الشباب المقبلين على الجيش في دخول الوحدات النخبة أو الوحدات القتالية سواء يعني على اختلافها, فبيكون في هيك حالة من التنافس وحتى المجتمع نفسه بيتعامل مع خريجي هاي الوحدات بشكل جدا مختلف عن خريجي وحدات أخرى. فالوحدات القتالية هي عمليا اللي تنفذ الجرائم اللي احنا بنعرفها, ولما في تقديس عمليا لهدول الناس في المجتمع فهذا كمان بيعطينا فكره انه كيف بيتم التعامل مع هدول الجنود وكيف الاشي ممكن ينعكس في الافلام. زي ما حكى سليم يعني قضيه فوكستروت انه ليش تم دفن السياره بمن فيها من الفلسطينيين اللي تم قتلهم على يد الجندي, لانه بيتم يعني تم اخفاء الحقيقه وهيك تخلصنا من الموضوع وما فيش حساب او عقاب. ولاحقا اذا ضل معنا وقت انا ممكن اذكر على قضيه غياب المحاكم او غياب القضاء في 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 هاي الافلام. في يعني شغله ثاني بالنسبه لموضوع ال 67 وال 48 كمان لما تم انتاج فيلم خربة خزعة تم مقاطعته وتم منع عرضه في دور السينما وحتى في التلفزيون بسبب انه هذا الفيلم اجى يحكي للمجتمع انه صحيح جزء منا كانوا جنود وراحوا وعمليا عاشوا التجربة, بس احنا عمليا كنا على انقاض شعب اخر. وجرأة هذا الفيلم في طرح عمليا هذا الموضوع سبب في مقاطعة الفيلم وفي مقاطعة مخرجه اللي كمان هو قرر ترك البلاد وغادر, لكن لما شاف انه السيناريوهات اللي عم بكتبها ما بتلاقي رواج وما بتلاقي تمويل فبالنهاية رجع وحاول انه يغير من مواقفه من اجل الحصول على تمويل لأفلامه. فكان في صحيح افلام اللي بتحكي انه يعني هاي الدولة قامت على انقاض شعب اخر معظمها وثائقية زي ما ذكر سليم, قليل منها اللي هو فيتشر اللي بيحاول يعكس الصورة, ولكن الأفلام المتعلقة في الـ 67 كلها أفلام بتظهر بطولة, كلها أفلام بتحط الفوكس على الجندي أو على الكتيبة وما بتأخذ بعين الاعتبار الألم أو الخراب اللي سببته للشعوب الأخرى المحيطة.
طبعا في اكثر هلا واحنا بنحكي عم بفكر في موقع الارشيف كمصدر للمواد الخام اللي بتتحول وتعالج دراميا، ولا انجو من المقارنه عربيا في فكره بحثنا العربي عن الارشيف اللي هي مؤسسه ذاكراتيه، بس ما فيش عندنا الاكسسبيليتي المناليه ان احنا نقدر ناخذ هذا الشيء ونحوله. هذا بيخليني اطلع لسؤال واحد من الاسئله اللي وردتنا. طيب طبعا انا ما افتح باب الاسئله، بس هلا بمناسبه الحديث طلع في بالي هذا السؤال، انه طيب ليه ما نتعاون مع مخرجين اسرائيليين من القله اللي انت بتحكي عنهم فلسطينيا، من القله اللي انت بتحكي عنهم انت وسليم، انه ممكن نعمل خطاب سينمائي مختلف فيما يتعلق بالفلسطين، وهل في تجارب زي هيك؟ عم بحاول استرجع اذا كان في تجارب من هذا النوع، يعني مش خاطر صراحه في بالي اذا كان في، ولكن كمان هون في خطوره. يعني اليوم يعني اذا بدي اجي اتفرج على المجتمع وعلى العلاقه، ففي يعني نقاط اساسيه اللي هي مهمه لإلي كفلسطيني، اللي صعب جدا حتى اليساري الاسرائيلي انه يتعامل معها ويتقبلها. فانا شخصيا مش من انصار هاي الشراكات، لانه دائما في بتنحكي نوع من التنازلات، اللي انا بفكر انه احنا كمخرجين فلسطينيين او كصناع سينما فلسطينيين مش من المفروض انه يعني نتنازل عنها او نقدم هاي التنازلات. صحيح في صعوبه في الحصول على مواد ارشيفيه، ولكن ممكن احيانا يعني الاستعانه بباحث او معد يعني مثلا اسرائيلي اللي هو ممكن يكون في له قدره ممكن، لكن يعني انا شخصيا ما بشوف انه عن جد انت ممكن تدخل في شراكه وتخرج بالنهايه بفيلم اللي هو بيروي القصه من وجهه نظرك بدون تدخله، بدون وجهه نظره، لانه دائما في النقاط اللي فيها تصادم، اللي انا ما بتخيل انه في اليوم على الساحه الاسرائيليه، سواء اللي عايشين هون او اللي عايشين حتى في خارج البلاد من مخرجين اسرائيليين فاعلين، اللي ممكن عن جد يتبنوا الخطاب تبعنا او الروايه تبعتنا بكل اريحيه كما هي، ويكونوا شركاء معنا في تقديمها للسينما. هلأ سؤالك عبد الله هو أكتر بيودينا على الوثائقيات أكتر من الأفلام الروائية، يعني أو على الدوكي دراما ممكن. يعني لأنه إذا بدنا نحكي عن أرشيف أو هيك شيء، يعني مش ممكن دوكي دراما أو وثائقيات أو كذا، يعني ما ببالي حدا هلأ كحدا ممكن يعمل فيلم روائي إسرائيلي أو شيء. بس الوثائقيات بالآخر أنا هوني ما كتير بوافق سماح بموضوع أنه يعني أنا مع أنه إذا في حدا إسرائيلي هو مخرج إسرائيلي، وفي يعني قلت لكم هلأ في اسمها رونا سالع اللي عملت الفيلم تبع نهب وإخفاء، نهب الأرشيف، نهب الأرشيف الفلسطيني. في فيلم كمان أنا حبيته هو عن ليا تسامل المحامية، يلي هي كانت محامية المناضلين الفلسطينيين بخلال السنوات الأخيرة، مش الأخيرة، خلال يعني نص قرن تقريبا، وكانت محامية أحمد قطامش يعني الكاتب الفلسطيني المعروف والقيادي بالجبهة الشعبية كان بالزمانات. طيب مخرجين هيك بمعزل عن أي تعاون مع مؤسسة إسرائيلية، بس مخرجي يعني عم بحكي كفلسطيني، مخرجين هيك عندهم امتيازات إنه يفوتوا وياخذوا من الأرشيف قصص أو ياخذوا وثائق بتثبت رواية الفلسطينيين، بتثبت سردية الفلسطينيين من خلال صور، وثائق، رسائل إلى آخره. أنا مع إنه يكون في مع هدول الأفراد يكون في نوع من تعاون، لا نطلع وثائق مسروقة وما في إمكانية لفلسطيني يروح أو لفلسطيني 48 أو شيء إنه يروح ويطلعها. بس هون أنا مع سماح إنه الواحد يكون كتير حذر بهذا الموضوع، إنه
ما يكون في تعاون أو ما يكون في تعامل مع بين خليني أقول المخرج الفلسطيني أو صانع الفيلم الفلسطيني اللي بده يوصل لهذا الأرشيف وبين المؤسسة الإسرائيلية بتنويعاتها يعني. وطبعا هون الماسكين على هذا الأرشيف هو الجيش الإسرائيلي. ما أحوجنا لأرشيف عربيا، ممارسة أرشيفية من ناحية وثائق ومن ناحية بحث ومن ناحية إنتاج معرفي لها علاقة بقراءة للتاريخ نقدي بشكل ما أو بآخر، وبتروح لمحل فني، لمحل قانوني، لمحل هذا بيخليني بتطلع مثلا على صناعة الأرشيف الإسرائيلي، لا أنجو من تقر العبارة تبعت إنه هن دولة مؤسسات وعندنا أرشيف. ف يعني خطير موقفنا احنا كفلسطينيين، احنا الموضوع في الافلام هاي، والموضوع المسكت هاي الطبقه الثانيه، وحتى التماهي تبعنا هو تماهي من غير خلفيه نقديه او خلفيه مقارنه، احنا بنتماهى معهم انه اوه طلعت دوله مؤسسات. حتى وانا بحكي العباره من شوي صار عندي احساس نقدي بالذنب انه ما بديش امجد بدوله المؤسسات، بس مش قادر اطلع عليها من غير هاي هذا المنظار، وبالذات فيما يتعلق بصناعة السينما. اللي بتخطر على بالي إيلان بابي مثلا بموقفه من الأكاديمية الإسرائيلية والتاريخ الإسرائيلي وكل هذا، والحكي إنه تم التواصل معه عشان يعمل يشرف على كتابة لإشي له علاقة بالتاريخ، بس بشي محل ما فيش إشي بينعمل في الاستوديو. ما بدي الحديث يروح للسينما الفلسطينيه كمقارنه، بس ما بقدر انجو من هذا، من هاي النظره اللي اطلع على السينما. طب احنا وين من كل هاي؟ بس شو نعمل؟ هاي المشكله يعني، هاي جزء من مشكله او جزء من نظرتنا للسينما الاسرائيليه، النظره النقديه، هو في هيك في مساحه مخصصه للسينما الفلسطينية اللي هي كمان إلى مشاكلها، إنه في إلى يعني في نقاط منيحة بالسينما. يمكن نعمل حوارية تانية، هاي بدها 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 ساعة تحضير و... ومواد هيك. في شغلات منيحة بالسينما الفلسطينية وكذا وهيك، بس في مشكلة كتير كبيرة بالسينما الفلسطينية اللي هو أنا هلأ صار لي فترة عم بفكر فيها، إنه سينما بلا حكايات، والسينما يعني ما في حكايات، في انه عم بيصوروا احداث متتاليه، عم بيصوروا اقتحام هون، شغلي هون، شغلي هون، بس ما فيش حكايات. واللي اكبر حكايات سليمه حكايات انه نحن يعني كفلسطينيه كل واحد عنده حكايه، كل واحد عنده قصه طبعا. كل واحد عنده اللي تهجر جده، واللي بال 67 ولا بال 48، اللي عاش بحكم عسكري، ولا اللي عاش باحتلال، ولا اللي عاش انتفاضه، ولا مخيمات، ولا غيره. هذا ما كثير عم نشوفه بالسينما الفلسطينيه، السينما الروائيه الفلسطينيه اللي عم بتركز عموما، عم بتركز على احداث راهنه جدا، على شيء عم بصير اليوم، على شيء صار السنه الماضيه، على شيء صار من 5 سنين. بس نحن قديش عنا قصص بدنا نوثق 48 قديش في قصص بدنا نوثقها من 48 لليوم، قديش في قصص يعني. هلا عم نحكي بعدنا انه فيناش نفوت على الارشيف الفلسطيني اللي سالبينه وحابسينه الاسرائيلي. طيب ليش كل الافلام عم بتكون عن جدار وحاجز واعتقال وكذا؟ اوكي حلو، بس ليش كله هيك؟ ليش ما في حكايات؟ عم ليش ما في القصص اللي ليش ما بيصوروا شيء عن المخيمات مثلا؟ اوكي، وبدون ما يكون في عنف، ليش دائما في عنف؟ ليش دائما في عم بيركزوا على تشويق، عم بيركزوا على هروب من جندي اسرائيلي، عم بيركزوا على يعني حدا معتقل ومرته ما قدرت تشوفه او شيء، انه هون في قصص. هاي مش حكايه سليم؟ هل بنقدر نعتبر هاي حكايه؟ بس انه شيء كثير راهن اوكي، وعم بيعتمدوا يعني ما عم بيعتمدوا على يعني هذا المشهد يلي بنعمل منه حكايه، ما عم بيعملوا منه حكايه، عم بيصوروا احداث متتاليه اوكي، وعم بيركزوا على تشويق مبني على سياق احتلال راهن،
ما عم بيصوروا قصة فيها ما عم بيركزوا على تطور القصة الحبكي الشخصيات كذا، بوقت عم بيركزوا على مشاهد بالضبط عم بيركزوا على حدث وأحداث متتالية، وبالتالي عم بتشابه هذا الإشي. الجمهور العالمي والمهرجانات بحبوا هيك شغلات على فكرة، يعني هاي الشغلات كمان ما بتخلي المتلقي الأجنبي، خلينا نرجع كمان لل 48 وهيك، ما بتخلي المتلقي الأجنبي بالمهرجانات إنه يضطر يحط حاله على المحك الإنساني الأكثر الأساسي هون اللي هو الموضوع 48 موضوع النكبي، لا، إنه هون بيقدر المتلقي الأجنبي، سوري عم بقول متلقي أجنبي لأنه أنا بشوف إنه كتير من الأفلام الفلسطينية حاطة بعين بوجه حاطة قدامها المتلقي الأجنبي وكيف بده يشوف المحكم الأجنبي وغيره، إنه هذا لما يشوف إنه شيء راهن اليوم عم بصير، جندي إسرائيلي اليوم عم بفوت على أو عم بقتحم بيت بالضفة اليوم، أوكي سهل يتماهى مع هذا الفيلم الفلسطيني، بس إذا فيلم فلسطيني عم ينقل حكاية مرة حملت مخدة بدل ما تحمل ابنها وهي عم تهرب من احتلال إسرائيلي عم ببلش بال 48، أوكي لا هون مش سهل يتلقى المهرجان والمحكم والجمهور الأجنبي، بالتالي الفلسطيني ما كتير عم تغري هاي القصة، بس نحنا قديش بدنا فش حكايات وفش حكاية النكبة، يعني هذا كمان أنا عم بسأل حالي هاليومين هاي بالصدفة هيك صارت مع الندوي، إنه طيب النكبة وين مصورة؟ شو اسمه؟ الأرشيف تبعنا كله رايح، إذا بده يصير في فيلم وثائقي بيتناول النكبة بده يعملوا حدا إسرائيلي، لأنه هو غالباً مش دائماً إنه بده يعملوا حدا أو اللي عنده تسهيلات ليعمل هذا الإشي هو الإسرائيلي، لأنه هو اللي عنده الوثائق، هو اللي عنده بيقدر يفوت على الوثائق يلي الفلسطيني ممنوع يفوت عليها، الوثائق اللي ماسك الجيش، بس ليش ما بنعمل فيلم فيلم روائي فلسطيني عن النكبة؟ أوكي في فيلم باب الشمس ليسر نصر الله هو فيلم عربي من جوانبه كله، بس وين الفلسطيني عن هذا الإشي؟ لما الواحد ينتقد الرواية الإسرائيلية الموجودة بأفلامه أوكي وغياب الفلسطيني كمان بيحكي بينتقد هذا الإشي، وهو موضوعنا هون اليوم بهاي الحوارية، كمان بيتألم إنه طيب ما في خلل مقابل هذا الإشي، هاي الرواية الإسرائيلية يلي عم تتراكم، أوكي في خلل بالرواية الفلسطينية يلي هي حاصرة حالة ضمن مشاهد عم تتكرر هون. في مجموعة أفكار خطرت في بالي، بس سماح بدي أسمع منك قبل. في هيك في عندي طبعا يعني ملاحظات على اللي حكاه سليم، ويعني بايده بمعظم كل شيء حكاه بالنسبه للسينما الفلسطينيه والحكايات، ويعني كمان اربط الشيء مع موضوع الحواريه انه احنا بنحكي عن عسكره السينما، لانه في هناك في هاي السينما الاسرائيليه في هذا تعال نحكي النوع من التراتب في عرض القصص، يعني في كل فترة زمنية كانوا بيعرضوا أفلام اللي هي بتتعلق بهاي الفترة الزمنية، وفجأة لما كريت هاي المؤسسة صارت تستعيد أحداث اللي صارت من زمان، يعني ممكن تشوف بسنوات التسعين والألفين أفلام اللي هي بتحكي عن بناء الدولة، يعني ما همشوا أو ما استثنوا التاريخ اللي هم بيعتزوا فيه تبع بناء الدولة وضل حاضر في السينما، ويعني عشان هيك كان كتير مهم كمان نحكي عن علاقة هاي السينما بالأرشيف بهذا السياق، إنه لما إحنا بنحكي عن أحداث مفصلية في تاريخ أي شعب عن طريق أفلام، مش مهم بأي سنة بنحكيها، المهم إنه لازم نحكيها ولازم توثق، وهي بتخيل الحكايات اللي حكى عنها سليم، يعني أنا مش بالضرورة أكون أعتمد يعني على الأرشيف المنهوب، الأرشيف الفلسطيني المنهوب حتى أكتب حكاية، لما أنا في عندي ذاكرة شفوية ناس حاضرين بعدين لليوم اللي بيحكوا عن قصص النكبة والتهجير، وبقدر أحول هاي المواد المبنية على قصص حقيقية لسيناريوهات وبالتالي أفلام، فأنا مش بس بحق يعني أنا في عندي أرشيف بعده عايش بعده حي بيننا، أنا بقدر أعتمد عليه وعلى قصصه لبناء أفلامي إذا كان الأرشيف اللي هو يعني ورقي وكذا مش متاح لإلي. وفي كمان جانب ذكره سليم اللي هو كمان متعلق فينا بشكل جدا قوي أمام المشاهد الأجنبي اللي أنت عم تحكي عنه،
هو صورة الفلسطيني. فيعني كمان الفلسطيني اللي بيظهر بالفيلم الفلسطيني هو بمعظم الحالات ضحية الاحتلال، وهذا صحيح وطبيعي، ولكن كمان الفلسطيني اللي بيفرجيه الإسرائيلي بأفلامه هو ضعيف. طبعا هناك ما بيصوره كمحتل، ما بيصوره كضحية، بس بيصوره كضعيف، لأنه الشخصيات الفلسطينية اللي بتظهر بالأفلام أنت بتشوف إنسان يعني في منمط جدا، يعني في له شكل معين، في له أسلوب حياة معين، حتى ديكور بيته هو معين، اللي بياخدك بشي محل لأنه هذا بني آدم بعده عايش بالقرن الماضي، بعده متخلف يعني شكلا ومضمونا، ومسيء أكثر لإلنا في الأفلام اللي بتحكي مثلا عن عمليات أو حروب اللي هي معروفة أو مشهورة في التاريخ. بحكي إنه لما بيجي يحولوا هاي القصة لفيلم ويكون فيها فلسطيني أو عربي، فبمعظم الأحيان هو ذليل، هو متخلف، هو مثلا فقير وعنده كتير أولاد، وهون بتظهر أنسنة الجندي الإسرائيلي في إنه بيحاول إنه يرتف عليه، بيحاول يعطيه مصاري أحيانا، أو يعني إنه بحاول يعني يطلع منه الشيء الإنساني المتعاطف مع هاي الضحية، لأنه هذا الضحية مش قادر. فكمان صورتنا سلبية هناك، وكمان إحنا أجينا مرات بأفلامنا كرسنا هاي الشخصية تبعت الفلسطيني، الضحوية الفلسطينية اللي هي مش يعني صحيح موجودة في سياق احتلال، ولكن كمان ما بنحاول إنه نتغلب على ضعفنا عمليا اللي كان على سياسيا انه احتلت ارضنا وتم تهجيرنا وكل هاي الامور. وعلى موضوع يعني حكايته سليم انت كمثال، ولكن هو عن جد جدا هام، انه حكايه هاي المراه اللي حملت المخدي بدل ابنها، يعني هذا بحد ذاته تعال نحكي يعني شيء اللي مستحيل ما يتعاطف مع المشاهد الأجنبي. يعني إذا أنت بتذكر هاي كقصة أو بتسمعها من واحدة من الـ الأمهات اللي عاشت هاي التجربة، فأنت بتتعاطف معها. وما بكفي أفرجي هذا الموضوع في فيلم وثائقي، يعني تحويل هاي المادة الوثائقية لمادة روائية أنا بفكر أنها هي جدا مهمة وبدها كتير جهد من السينمائيين لإنتاجها، ولكن من المؤكد إنه هي بتخلق تعاطف عند المشاهد الأجنبي، بس بتفرجي نوع من القوة. يعني الأم اللي بتحاول إنها تحمي أو تنقذ فهي هيرويك مش أقل من هذا الجندي اللي بيحمل جثة صاحبه على كتفه وبيمشي في آلاف الكيلومترات حتى يقطع فيه حدود. طيب إحنا مبدئياً الحديث إله أول ما إله آخر. وأنت بتحكي سليم إجا في بالي حالة الوضع السردي العربي بحكم إنه إلك تجربتين روائيتين، بمعنى الرواية الطويلة، إنه كيف إحنا بنسرد حكاياتنا. إحنا غلبة الحدث بتزيد عن يعني هي أكبر وأقوى من جزء الحكاية الشخصية، بس كمان أنا بقدر أشوفه بالسينما. بديش أفوت هذا الموضوع لأنه إلو أول ما إلو آخر، بس خلينا نفتح المجال هلأ لمداخلات الجمهور. رح نبلش بمداخلة من أستاذ شاهين، يقدر نفوته معنا. أستاذ شاهين بدك تفتح المايك عندك، لأنه المايك مبين عندي أنه ميوت صمت. مرحبا استاذ شاهين. طيب لوقتي بتاعك خليني انا اقرا عليك واحد من الاسئله اللي وصلتنا. هل انتجت السينما الاسرائيليه محتوى موضوع يتحدث عن الروايه الفلسطينيه او المجتمع الفلسطيني ومعاناته تحت الاحتلال بقدر ما انتجت السرديه الاسرائيليه؟ والسؤال الثاني حكينا عن التشارك او التعاون الاسرائيلي. السؤال الثاني كيف شو هو يعني التشارك أو التعاون؟
السؤال الثاني، هل صار في تجارب تعاون وتشارك مع صار في يعني صار في مع ممثلين ونعمل الضجة يعني من 3 سنين 4 سنين تقريبا. هلا في هون، هلا انا عندي راي خاص هون، راي شخصي ما بلزم حدا فيه، انه بكل بساطه وبكل وضوح انه انا ما عندي مشكله بالتعامل او التعاون مع بهيك بسينما بكذا مع افراد عندهم موقف كتير واضح من موضوع حق العوده، من موضوع الدوله الواحده. انا عندي هالسؤالين بسالهم، شو بخصوص حق العوده، شو بخصوص الدوله الواحده الديمقراطيه على كامل التراب الفلسطيني. بس أما تعامل أو تعاون مع مؤسسات، مع صناديق، أنا ضد تماماً تعاون مع صناديق دعم إسرائيلية، إلا في حالات يعني هيك كل حالة راح تندرس لحالة. أنا بقول يعني إنه في حالات، هلأ سماح تعرف أكثر مني بموضوع 48، إنه بيوصل صاحب الفيلم أو صانع الفيلم بيوصل لحلين، يا إما بياخد من تمويل إسرائيلي كونه دافع ضرائب، كونه هذا المخرج الفلسطيني اللي حامل جواز سفر إسرائيلي دافع ضرائب، يا إما الفيلم ما بينعمل. والفيلم بالنهاية إذا عمل بيكون بصب بصالح من حيث القصة الشخصيات إلى آخره، بصب ضمن السردية الفلسطينية. فيمكن ما بعرف سماح تقدر تحكي أكثر مني بهذا الموضوع، بس أنا مع مقاطعة كل المؤسسات طبعاً، المؤسسات الإسرائيلية، المؤسسات يلي بتمثل الاحتلال. أما الأفراد هذا شيء تاني، أنا وإنت أفراد، فلان وفلان أفراد. بالنسبة للسؤال الأول، هو بالنسبة للأفلام اللي بتعكس الرواية الفلسطينية، ف يعني زي ما ذكرت بالبداية إنه يعني أفلام بالروائي طبعا يعني تعد على أصابع اليد الواحدة إذا ما كانش واحد ووحيد. في الوثائق في أكثر يعني أفلام اللي هي بتحاول تنصف بشكل أو بآخر الرواية الفلسطينية، لكنها كمان قليلة. وتحديدا على إيش حكى سليم بالنسبة لل 48، في كمان هون يعني جرى مرات من الاحتيال على منح تمويل لفيلم لمخرج من 48. يعني إذا تم تمويل فيلم عن طريق مؤسسة أو صندوق إسرائيلي، طبعاً بتم يعني تعديل، أسميه بالانقسام، السيناريو بما يتناسب مع أجندة الصندوق. وإذا كان فيه شيء ناقد للمؤسسة الإسرائيلية، فبالنهاية يصنف أو يستخدم للترويج لديمقراطية إسرائيل، إنه إحنا عم نعطيه يعبر عنه بشكل حر. فهون هو مطب، يعني كل موضوع تمويل الأفلام في 48 هو مطب. يعني إما بالنهاية بتعمل فيلم اللي هو بيعكس أو بيخدم أجندة الصندوق الإسرائيلي، وإذا كان في الفيلم شيء ناقد فهو بيخدم في طرف تاني، إنه في النهاية تسوق وكأنها دولة ديمقراطية تتيح حرية التعبير عن الرأي للفنانين. حلو. هلأ معنا مداخلة من إيمان حرم كمان على الزوم. إيمان ما بينك، الله يفتح المايك عندك. سمعيني؟ شكرا. تعلي صوتك شوي. الحوارية الرائعة وفي كم من الأسئلة. أنا بالنسبة لموضوع الأفلام الوثائقية بمونتريال، في مهرجان دائما بنعمل عن السينما الفلسطينية، وعم بيكون في كم في يوم مثلا أو مهرجان مخصص للسينما الفلسطينية الوثائقية، بتشوف أفلام بقلب المهرجان بس بعمرها ما بتوصل للسوق لأنه ما فيش توزيع لها. بتشوف أفلام يعني القصة اللي أنت بتتمنى أنه تسمعها تنسرد أو تشوفها بالسينما ما بتطلع بعد المهرجان، ما بتعود تعرف تلاقيها بعد المهرجان. بالنسبة لل صوتك بيقطع. شو الحل؟ سمعيني ولا عم بيقطع؟ عم تري. هلا واضح. السؤال كان موجه
سليم بالنسبة للأفلام الوثائقية، إنه عم بقول إنه في بمونتريال مثل مهرجان أو في منه كمان بالبوستن فيلم فيستيفال المكرس لأفلام فلسطينية، وعم بتكون في كم من الدوكيومنتري في إلها حضور، بينتهي المهرجان هاي الأفلام ما بتعود تلاقيها لأنه ما فيش إلها ولا موزع ولا حدا يتبناها، فما بنعرف فيها ولا بنسمع فيها. وأنا يعني حاضرة مجموعة كبيرة منها خلال السنين، بس بتقول وين الإرجاع لها الفيلم الثاني. بس شغلة القصة الوثائقية، القصة الأرشيف، أنا كفنان لما طلعت مثلا على أفلام فيلم إيلان سيفال نسيت الاسم الأولاني، بقول هو إله عنده حق أكسس لهالأرشيف الهائل اللي أنا ممنوعة عنه كفنان أقدر يعني أوصل له. فبعطي لحالي الصلاحية وقت أصور صور من فيلمه لحتى أرجع أعيد إعادة تركيبتها بإطار تاني، لأنه بدي أتخطى الحاجز إنه هو عنده أكسس لأرشيف أنا ما عندي إله، وهذا أرشيفي بالأصل، خاصة بفيلم مثلا كلوكورك أورنج عم برجع لقبل 48 وقصة ما قبل دولة إسرائيل، يعني عن كل مثلا زراعة البردقان وشو لهيك كل شيء اللي مرتبط فيها. أنا كشخص فلسطيني محتاج لهالأرشيف، شو الطرق بلاقي كطريقة to bypass it هي أنه أستعمل فيلمه لأرجع أعيد صياغته بالنراتيف تبعي. وفي عندي كثير مداخلات بس يعني بدي أوقف لهون لأعطي دور لغيري أو أسئلة يعني مداخلة. شكرا إيمان. بخصوص موضوع ببلش من السؤال الثاني، بعتقد ممكن التواصل يعني إذا يعني المخرج الإسرائيلي يلي عم بحاول يوقف مع السردية الفلسطينية من خلال استخدام الامتياز يلي هو عنده إياه أن يفوت هو يأخذ الصور الأرشيف يلي الفلسطيني بيقدرش يفوت يأخذهم، هذا المخرج بعتقد ممكن ينطلب منه استخدام هاي الأرشيفات، والمفروض والمتوقع أنه يوافق. يعني أنه مش راح يقول ما بعرف، مش عم بحكي عن إيال سيفان بشكل، بس عم بحكي بشكل عام يعني أنه اللي عامل هيك شيء ما المفروض يقول لا هذا الأرشيف إلي أنا كمخرج، أنه مش راح يفوت بهذا الموضوع بعتقد. أما أسس حقوقه ما حقوقه هيك ما بعرف، يعني بعتقد أفضل ينسأل ناس متخصصين بهيك قصص. الموضوع الثاني، الأفلام يلي الفلسطينية أو الوثائقية أو غيره يلي ما كتير عم تنوجد بإيه مزبوط، يعني كمان هون فرنسا نفس الشيء، ومنشان هيك أنا بقول أي دعم ممكن حدا يعمله لمهرجانات السينما الفلسطينية بالعالم، بكندا في منها، بأمريكا، بفرنسا في منها، إنه هدول بيستحقوا فعلا الدعم، لأنه هاي المناسبة اللي هي مرة عم بتصير بالسنة للجمهور الفلسطيني والعربي والأجنبي والمحلي وهيك، إنه يقدروا يحضروا سينما فلسطينية. غير هيك في مخرجين يعني يعطيهم العافية عم بيوفروا، مخرجين مؤسسات عم بيقدروا يوفروا أونلاين يعني لفترات محدودة أفلام فلسطينية، وهذا الشيء يعني بحل جزئيا ومؤقتا مشكله كبيره عند السينما الفلسطينيه اللي هي مساله التوزيع باوروبا والعالم وامريكا وكندا وهيك، وهذا بيقرره مش الفيلم الفلسطيني او صانع الفيلم الفلسطيني، بيقرره الموزع الكندي الفرنسي الكذا الكذا يلي بيشوف انه هل هذا الفيلم بده يبيع ولا ما بده يبيع، وبالتالي ياخذه يوزعه بفرنسا ولا ما يوزعه. عبد الله إذا تسمح لي أنا بس بدي أعلق على موضوع التوزيع وإتاحة الأفلام. يعني كنت عن جد أول شيء يعني كثير مؤسف إنه إحنا اضطرينا نكون في أزمة الكورونا حتى تتاح لإلنا أفلام فلسطينية اللي بدون المهرجانات ما في عنا إمكانية إنه نشوفها. فيعني هذا الموضوع اللي إتاحتها أونلاين كان جدا مفيد، ولكن ما بيكفي وعن جد لازم تكون مبادرة. وأنا يعني بتخيل كان لي حديث مع أصدقاء مخرجين من الداخل الفلسطيني حول إتاحة الأفلام، يعني كمان هون بتنعمل أفلام حتى على مستوى أفلام طلاب الجامعات والكليات، بيعملوا أفلام قيمة جدا اللي ما بتخرج عن إطار حفل التخريج. وما بعرف عن جد يعني إنه إذا كان صعب تبني هاي الأفلام وتوزيعها من قبل مؤسسات ثقافية وفنية، فعلى الأقل في كمان حاجة أو يعني إمكانية عند المخرج نفسه إنه يتيح للناس إنه تشاهد هاي الأفلام.
يعني ولو بشكل نقول شوي صغير هيك مركب عن طريق باسورد أو إتاحتها ل 48 ساعة. بس كمان المخرج نفسه لازم يكون في عنده مبادرة إنه أكثر عدد من الناس إنه تشوف أفلامه. يعني ما بينفع أنا كمان أشتغل سنتين وثلاثة على فيلم وثائقي أو روائي وأقعده في مهرجان بعدين أحطه في الخزانة، يعني ما حدا بيستفيد منه. فبفكر إنه هنا في كمان مسؤولية ودور على المخرج نفسه سواء كان فلسطيني أو عربي أو آخر إنه يتيح الفيلم اللي عم بيعمله للناس. حتى بذكرني طبعا بعده ما أنا أستاذ شاهين أيوه بقدر فوت بس يفتح المايك عنده، بس راح اقرا مداخلتين. في مداخله واضح منها شوي بديش احكي غضب بس موقف حاسم، انه كلكم بتحكوا عن فلسطينيه الداخل المحتل وانه يقاطعوا المؤسسات وشركات الانتاج الاسرائيليه، بس ما حدا الى الان بيطرح حلول بديله انه كمان ما ننتج سينما. هذا السؤال الاول، واضح كم الغضب اللي فيه. السؤال الثاني هو تعقيبا على فكرة إنتاج الأفلام الروائية، توثيق النكبة في السينما الفلسطينية المعاصرة يغيب لغياب الدعم، فلا يمكن الحديث عن مقاومة ولا عن غيرها، حيث تعاني السينما الفلسطينية من حصار من منظمة لا تدعم السينما ولا إنتاج أفلام روائية تسرد الرواية الفلسطينية. هذول المداخلتين وصلونا. بخصوص المداخلة الأولى، أنا ما قلت إنه لا، يعني أنا قلت في حالين. أول شيء بقول دائماً بهيك حالات إنه كل حالة تدرس بشكل منفرد عن الباقي، يعني لأنه كل حالة إلها تفاصيلها، ما بصير نحط قانون عام نطبق عليه الكل، وهذا عم بقول بموضوع المقاطعة، كل موضوع المقاطعة. بس بالآخر أنا قلت إنه لا، في حالة خاصة لفلسطيني 48، إنه خاصة الفيلم الأول للمخرج. يعني أنت مخرج فلسطيني مع جواز إسرائيلي بدك تروح تقدم مشروع فيلمك لمؤسسة لشركة فرنسية، بدها تقول لك إنه طيب إنه خذ من بلدك أول، بعدين تعال بعطيك شوي أنا. فصعب المخرج هون يلاقي صاحب أول فيلم، خاصة لأنه ما عنده كتير سي في إنه على أساسه يقدر ياخذ من برا. لا، أنا مع إنه إذا ما في حل تاني غير إنك تاخذ تمويل إسرائيلي كمخ فلسطيني من 48 معك جواز سفر إسرائيلي، مش قادر تاخذ من تمويلات أوروبية أو عربية فلسطينية، انسى، فيش إشي. إنه ما يا إما الفيلم تبعك بينحط بجرور إلى الأبد أو بتضطر تروح تأخذ تمويل إسرائيلي بدون ما تعمل تنازلات لأنه الفيلم تبعك بالآخر بده يصب ضمن السردية الفلسطينية في السينما. أوكي، بدناش تشويهات لهاي السردية. إنه ليش لا، بس مش يصير هذا إنه أنت تسعى وراء الإشي كحدا إنه بشكل عادي. يعني أنا عم بقول إنه هذا آخر خيار، إذا ما عندك غير هيك. إذا الخيار الآخر بيكون إنه الفيلم ما ينعمل، الفيلم يلي بده يكون إضافة نوعية وحلوة للسردية الفلسطينية وللسينما الفلسطينية، إذا الحل الآخر إنه ينحط بجرور ما ينعمل، لا، إنه ينعمل. سماح، كمان أنا بدي أعلق على هذا الجانب. أنا بتفهم هذا الغضب لأنه أنا بعيشه، يعني بعيشه في سياقات أخرى. كمان أنا قدمت سيناريو تم التلاعب فيه وتحويله لفيلم آخر، فبالتالي حطيته بالجرور. لا طبعاً لازم ننتج سينما، ولكن زي ما حكيت إنه إحنا لازم نكون حذرين لموضوع المطب. يعني هذا المحاولات تشويه السيناريو أو تحريفه أو تغييره لخدمة رواية معينة، فالإنسان لازم يكون حذر لأي درجة هو مستعد عن جد يتنازل عن أجزاء من هذا السيناريو. ومن جانب تاني نكون إحنا عارفين إنه هذا الفيلم في النهاية سيتم توزيعه أو سيتم عرضه في المهرجانات، وعلى إنه هو فيلم إسرائيلي، وبالتالي التبعات تبع هذا الموضوع. فإنه نكون واعيين لهذول الموضوعين، وبعدها كل إنسان، كل صانع أفلام بيقدر يعني يعمل القياس تبع الموضوع ويأخذ قراره. بالنسبة لموضوع للغضب على الكل بينتقد بس ما بيطرح حلول، هذا نقاش حاضر من سنوات في الداخل الفلسطيني وحتى بفلسطين عموما، انه ما في صناديق دعم فلسطينيه، ما في صناديق دعم
اللي ممكن عن جد تغنينا عن الدعم الإسرائيلي أو عن جزئية الدعم الإسرائيلي. يعني هذا الموضوع بحاجة ل يعني لموارد هائلة، لموارد هائلة اللي حالياً عن جد يعني إذا أنا باجي بتطلع على المؤسسات الثقافية الموجودة عندنا، ما في أي مؤسسة ثقافية عندها القدرة إنها تكون يعني ولو صندوق صغير لتمويل أفلام. يعني الشيء بعتقد إنه حالياً أكبر من قدراتنا كشعب، يعني هيك هذا تصوري. فأكيد رح يجوا ناس يقولوا إنه في كتير أصحاب رؤوس أموال أو أثرياء اللي ممكن يعني يساهموا في صندوق لدعم أفلام، ولكن عن جد هاي سيرورة كتير طويلة وبدها كتير تفرغ. ولكن كيف ذكر سليم إن هي مش مفروض إنها تكون يعني حد السيف إنه إذا مش موجود فإحنا ما ننتج أفلام. سماح وسليم يعطيكم العافية، يعني لا يمل بيفتح أفكار. يعني أنا بتخيل جزء أساسي من نجاح أي حوار إنه ما يقدم إجابة بقدر ما بيقدم أسئلة. طبعا الواحد يفكر، هلا أنا بفكر بالرواية، بالسينما، بالمسرح، في 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 طرح إنه تعالوا نحكي كمان على المسرح كشكل من أشكال السردية الفلسطينية. فسماح وسليم يسلموا كثير كثير على هذا، يسلموا على هاي الإضافة النوعية. الجمهور الكريم شكرا كمان لكم للمداخلات اللي وصلت بعدها عم توصلني، بس ضيق الوقت رح نسكر لهلا. موعدنا ان شاء الله الاسبوع الجاي يوم الاثنين يوم 31 اخر يوم ذهب. ضيفتنا هي سهير اسعد. سهير هي محامية ومنسقة المرافعة الدولية في مركز عدالة بالداخل المحتل، رح تحكي عن البنية القانونية وقوننة النكبة وجعلها حالة مستدامة تحكم القانون، الوجود القانوني للفلسطينيين. بتشوفكم لوقتها كمان مرة. سماح وسليم يسلموا، شكرا للجمهور الكريم ويعطيكم العافية، ورح نشوفكم كثير قريب. شكرا عبد الله، شكرا عبد الله، العافية بمكتبة الأرشيف والمركز. تحياتي، يلا مع السلامة، إلى اللقاء.